السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لما تحضرون حاجة في المغرب اسميتها كيكا، هي بالانجليزية كيك، ولكن علي انتما كيكا ماشي مشكل. فماذا تشترون؟ تشترون خمس او ست مكونات. هذه المكونات فيها طحين قمح، حتى القمح مستورد يعني ما نحسبوش، طحين دقيق، ثم معها خمارة تسمونها خمارة. اشنا هي الخمارة؟ اشنا هي تتفتحوا هذيك هذا الكيس الصغير ثم تفرغونه. اشني خمارة؟ معنى خمارة مكتوبة فيها خميرة كيماوية، كذب، الصانع يكذب عليكم، لان كلمة خميرة يجب ان تقال للحي، خميرة حي، لوفير لوفا، انما يقول خميرة كيماوية، ليس هناك شيء اسمه خميرة كيماوية علميا، ما يوجد، انما يقول كيماويات تخمر يكون احسن. هذه البيكربونات، والطلبه والطالبات اللي تيدروا شويه الكيمياء يعلمون ان البيكربونات ملي كنضيفوا على الماء كتعطي غاز، وهذا الغاز هو الذي ينفخ هذا الدقيق ويعطي كيكه، يعني تخمر بسرعه، وهو كيماويات بيكربونات، هذه التي تسمى، هذا اقل شيء، هذا يعني اقل وابسط شيء. هذه الخمر، هذه اشياء مضافات غذائيه، كلها الان العلماء يتفقون على ان جلها ليست كثرتي، ما جلها، لما اقول جل فوق 97% منها سرطاني او مضر او حساسي. فمن طبيعة الحال هذه الأشياء تضاف لغاية ما، وبعض الأشياء التي تشترونها لا يمكن أن تصنع أو تصنع بدون هذه المضافة. فلماذا؟ لأن الصانع لما يصنع شيء فهو يخاف من الجراثيم والتعفن، من طبيعة الحال، لأن هناك قانون مسلط على رأسه، فيقول بأن هذا الشيء يجب أن يحفظ، إذا أردت أن تحفظه تضيف أشياء تقتل جراثيم، نسميهم لستابيليزون. من طبيعة الحال هذا الشيء الذي يقتل الجراثيم فهو يقتل الإنسان كذلك، وليس يقتل الجراثيم. لما يضيف حمض سوربيك وحمض البنزويك فهو يقتل الخمائر والفطريات التي تنبت على 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 الأغذية كي لا تفضحها. ثم هذا السوربيك والبنزويك فهو سرطاني، مادة سرطانية معروفة، يعني كل العلماء يجمعون على سرطانيتها. فيعني الكولورين هي المواد التي تصبغون بها، يعني للون، مواد للون. الشيء في الأعراس والأفراح ديالكم تتعمروا التمر بواحد العجين فيه اللوز مطحون، وتيكون أخضر أحمر، تضيفوا لي واحد الملونات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اعطوا للناس التمر صين واللوز صين، ايش فيها؟ ما فيها شي حاجة سهلة. ثم هذه artificial sweetening، وهي المحليات، يعني المذاق حلو أو السكريات، لكن السكريات صناعية. ثم flavor enhancer التي تزيد في النكهة، يعني منكهات. فكل أشياء هذه ملونات، منكهات، منفيخات، مزوقات، هذه كلها أشياء سرطانية. يا ريت كما قلت تبقى أشياء طبيعية، والله تبقى أشياء طبيعية وممكن أن نمزجها وتكون طبيعية. نأخذ ملو مثلا، أملو هذا ديال السواسة، أملو في زيت أرغان وفي لوز، هما مازجين ولكن باقي طبيعي. لكن إذا في يوم جاء يعني صانع وأراد أن يصنع هذا الشيء فسيضيف إليه محفظات، يعني سيخاف على فساده وسيضيف إليه محفظات، فلماذا لا يبقى هكذا طبيعيا؟ ولماذا نريد المحفظات؟ فأوروبا الآن لا تطبخ، أوروبا لا تطبخ، تشتري أشياء، هذه حياتها، نحن نحترم حياتها، فهي لا تطبخ وتشتري أشياء معلبة، ونحن نطبخ، فلماذا نشتري هذه الأشياء المعلبة؟ لماذا نشتري هذه الأشياء المعلبة؟ بما أننا نطبخ، بما أننا يعني الطبخ الممتاز الآن يوجد في الدول العربية. ما أعرف شو عارفين هذه القضية، والله ليس في أمريكا ولا في، لماذا؟ لأن الطبخ لا زال، لأن النساء لا زلنا يطبخنا ولا زالت لديهن خبرة، فمع ضياع الخبرة ستكون الكارثة. لما النساء في يوم من الأيام، يعني لا أمل هذه القضية دي، وإذا كانت قد توقفت نطلب من الله يقبطني إليه قبل ما توصل، في يوم من الأيام إلى المرأة ما تلاش تعرف تعجن، وما تلاش تعرف كسكس، وما تعرف تخبز، وتعرف تمسمن، ما تلاش تعرف تدير شي حاجة، ولا تنصب الطاجين. فأنا إلى وصل هذه الأيام هذه، إلى وصلت أنا تنطلب من الله يمشي عنده، علاش؟ لأن هذا ضياع الخبرة. حتى النساء الآن ما تعلموش حتى بناتهم يطبخوا ولا يحضروا بعض الأشياء، ما شاء الله. وهذه العقدة اللي كيربيوها في بناتهم، انت غتقراي تولي طبيبة، مهندسة، تولي محامية، تولي معت أستاذة، تولي سميت، تتركب العقدة في بنتها، يعني على الأقل علميها تعجن، بعدها تريح الأرض، تعطيها قصرية، تعلم تعجن يكون أحسن، برغم القرارات اللي غادي تقرا. أنا ما تنعرفش إلى حد الآن، ما تنعرفش يعني مهندسات ولا طبيبات ولا سميتو عليك تكاو عجنوا، أنا ما تنعرف حتى وحدة، كاينين ولكن ما تنعرف حتى وحدة، هذه أنا عرفت كاينين ولكن ما تنعرف حتى وحدة.
يكون أحسن إذا كان هذه التقنية. علاش؟ لأن رؤيتي أنا للشيء ليست هي الرؤية اللي عندكم أنتم. أنتم ترون هذه، لماذا هذه المرأة تعجن أو، لكن أنا أراها من شكل، من زاوية أخرى، هو أن هذه الخبرة كانت من قبل لم تكن هناك صناعة غذائية ولا هناك هندسة أساليب صناعية غذائية من قبل، ما كانش. إنما كان تسموه لار كيلينير، كان فن ديال الطبخ، وهذا الفن كان تعلمه الأم لابنتها. ومن قبل سولوا عليه، سولوا مواتكم ولا جدواتكم، ما كانت البنت يمكن تزوج حتى تعلم تعجن بعدها على الأقل. يعني لا ما تعرفش تعجن ولا ما تعرفش تطيب، مسائل شيء لا يمكن أن تصل إلى 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 الزواج. وهذا من طبيعة الحال شيء يجب أن نفتخر به، ماشي نضحكوا عليه، يجب أن نفتخر به. علاش؟ لأن الأم تعلم ابنتها، الجامعة ديال البنت هي دارهم، ماشي هي الجامعة اللي غتمشي تقرا فيها. الآن في أوروبا ما بقاش هذا الفن ديال، يعني الأم تعلم ابنتها، ما بقاش، ما كاينش. البنت الآن ليس هناك تواصل بين البنت وأمها في الغرب، ما كاينش تواصل، لا تتكلم مع أمها. تتشوفها مع العشية ربما تقول لها هاي ولا ما تقولش لها بالأونجلي وتدخل البيت ديالها. يعني ما كاينش تواصل غتعلمها ولا توريها ولا سميتها ولا ما كاينش. فهذا المجتمع فيه قيم، فيه قيم عظمى كبيرة مرتفعة راقية يجب أن نفتخر بها ونحافظ عليها، يجب أن لا نقضي على هذه القيم. يعني وعندنا مثل في الشاوية يقول لك شاف قمح الناس ودفك شعيرته، فما خصناش نوصلوا لهذا الحد هذا. يعني الناس غنشوفوا هذيك أوروبا، فأنا أعطيكم هذه النظرة، ألخص لكم هذه النظرة الأوروبية، ورغم أنهم كما نقول لأنهم يظهرون أنهم سعداء ويظهرون أنهم متقدمون، فليسوا كذلك، والله أنا أقسم ليسوا كذلك بالبتات. فالتعاسة والتخلف، يعني ليس التخلف بمعنى آلات ومعدات، يعني سيارات وحاسوب، ولا إنما تخلف عقلي بشري سوسيولوجي هذا اجتماعي. لما الشخص يا إخواني تنعدم فيه قيم إنسانية، يعني ما يعزي، ما يغسل الميت، ما يزور المريض، ما يشوف أمه، ما يشوف خالته، ما يشوف باه، ما يصلح واحد، ما يمشي نهار العيد يزور الناس، ما يمشي، يعني هذا الشخص لماذا خلق ولماذا وجد؟ ماذا يعمل في هذه الدنيا؟ هل يمكن أن يعيش بشر هكذا على هذه النمطية؟ يعني يأكل وينام؟ فلا يمكن. وهنا فين كان الفرق بين هذه المجتمعات، وهنا علاش الأعين مسلطة علينا، مسلطة على هذه القيم العربية الإسلامية، يعني يريدون أن يكسروها، يريدون أن يزيلوا هذه الأشياء. عندنا رجولة، عندنا تاريخ، وعندنا صولة، وعندنا جولة، وعندنا كل شيء، فلماذا نرى أنفسنا، نحن لا نحترم أنفسنا، نرى أنفسنا في هذا المستوى المتدني ونراهم هم في مستوى راقي. خطأ، والله خطأ، يجب أن نراهم هم، أنا أراهم في مستوى متدني جدا. لأن هذا الشخص لما تتكلم معه فارغ، لا يتكلم معك إلا بما يسمع في التلفزيون وما يقرأ في الصحف، ليست له آراء رأيه الخاص، وليست له قيمه، ليست لا ليس إنسان تابع هكذا يمشي أوتوماتيكي، إنسان آلي تلقائي يبحث عما يأكل كالأنعام أو أقل، ربما يكونوا أقل، لأن حتى الأنعام واحد الوقت يشبعوا تريحوه، يعني أنهم أكثر، يعني ما شاء الله، يحلمون بالسبت، يعني يوم السبت يرقص ويشرب هذه الجيعة والهامبرجر. هذا يعني هذه التطلع ديال هذا الشاب الأمريكي الغربي اسمي. نحن التطلع ديالنا أقتاق إلى يوم القيامة، نحن نتطلع إلى أكثر، إلى الجنة وإلى لقاء الله، وإلى فكان طلعوش غير نهار السبت، يدوز السبت ونعودو ثاني نبداو الأسبوع الجديد. يعني عندهم شو ما عندهم الويكند، الكمانات الثالثة الأخرى ديالهم هي الويكند صافي، يعني هي اللي كيعبدوها. فنكمل حديثنا، لا مازال هذه الأشياء كما قلت كيف ما تكون، يعني سكريات، يعني مغيرات للشكل، مغيرات للون، كيف ما كان، فهي تصنف مضافات غذائية كما قلت، جلها خطر الآن وجلها سرطاني بالإجماع في جميع الكتب، ومن الكتب الآن من أصبح يكتبها بالأحمر، وفي تحت السطر يعني يقول لك بأن كل ما هو بالأحمر فهو سرطاني، وترى هذه الكودات وهذه الأرقام كلها بالأحمر كما سنرى. فيجب أن نحذر قبل أن نصل إلى هذه الويلات.